تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابية حاول تهريب أكثر من 75 مليون قرص مخدر مهربة من الخارج وعملات أجنبية عبر حاويات شحن. وأكدت وزارة الداخلية أن التشكيل الإجرامي يضم 9 مصريين وليبية وجاري ضبط رؤوس التشكيل. محاولة جديدة لتهريب المخدرات لداخل البلاد تصدت لها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 75 مليون قرص مخدر كان تشكيل عصابي يحاول إدخالها عن طريق حاويتين من إحدى الدول العربية. قدرنا نتوصل إلى أن هذا التشكيل المهم جدا في هذا النشاط تمكن من تهريب شحنة كبيرة حوالي 50 مليون قرص إلى الأراضي الليبية، أمكن من خلال التعاون الدولي بوزارة الداخلية التنسيق مع السلطات الليبية وضبط هذه الشحنة الضخمة في ميناء مصراتة. بعدها مباشرة وخلال يومين أو ثلاثة حاولوا يدخلوا حاوية أخرى عن طريق تركيا عشان تاخد خط السير ده. تمكنا من إنزال هذه الشحنة في ميناء شرق التفريعة، رغم طبعا أنها ليست من مواني الترانزيت أو نزول، لكن طبعا استنادا للاتفاقات الدولية ونظرا لأن دي مواد مخدرة أو مواد خطرة، فده يتيح إذا مرت في المياه الإقليمية أن احنا نستأذن النيابة العامة ونضبط هذه الشحنة والقائمين عليها. وطبعا تمكنا من ضبط 7 من أفراد هذا التشكيل المهم جدا كلهم من المصريين. تم ضبط عدد من عناصر التشكيل وملايين الجنيهات والعملات الأجنبية وتسع سيارات ملاكي بحوزة المقبوض عليهم. زعيم التشكيل مظبوط في اسكندرية، ناس مظبوطة في المنصورة، ناس مظبوطة في القاهرة، فدي نوع من الردع العام لهذه القضية انك انت ظبطت الكمية كلها وظبطت افراد التشكيل كل عصابي اللي اصحاب هذا التشكيل، وانك بتظبط المخدر على الميناء قبل ما يدخل البلاد، ودي من اقوى اساليب مكافحة المخدرات في الادارة. تمكنت الادارة من رصد تحركاتهم وبالفعل تمكنت من ضبط معظم افراد التشكيل وبحوزتهم كميات كبيرة جدا من العقار الترامادول في ميناء شرق بورسعيد، وتم ضبط أموال طائلة تقارب 10 مليون مصري وبعض العملات الأجنبية.